كده لعب الاطفال فتح الله. بصي طعم المطبخ ده اللي كان عشقك الاول. بصي عامل كام ده؟ ده كده ده طقم وسط عامل 52. نحسب ده طعم المطبخ ده 52. وفي الاكبر عامل 72. وده كده ده عامل كام ده؟ 69. طب المسدس وال عامل كام ده؟ شوفي ده كده عامل كام مسدس؟ عامل كام ده؟ ايه ده؟ المسدسات دي كده عامل كام؟ ده بس طقم العروسة ده عامل كام؟ هو كده؟ كارت الطبخ البيتزا ده عامل كام؟ 66.5. بتاع البيتزا ده مع الشيف عامل 66.5. المطبخ الكبير ده عامل كام؟ عامل 69. لا بصي ده حلو ده عامل 69. ده السنارة ده عامل كام؟ ده السنارة مع السمك عامل 47. الكبير ده كده السنارة الكبيرة عامل كام؟ 76. في الفرخة دي اللي هي فرخة البحر دي عاملة 43، والصغيرة عاملة 31. دي كاوتشي دي الفرخة عادية بديش عليك زمان كاوتشي فكرت بس ان هي تزعي اوي. فهي دي كده كله. النص ده عامل كام؟ عامل 13.5. شخشخيط الأطفال دي ده 2 كرة عاملة 21.75. كيس الأشكال ده عامل كام؟ كيس الأشكال ده عامل ده 5 قطع عامل 121.5. وفي الكيس اللي فوق ده عامل كام ده؟ 91. ده 6 قطع من 91. في ده شخصية ايه؟ اسمه ايه؟ فريزو؟ باتمان. لا بصوا الكارت ده كده عامل كام؟ ومعاه ساعة كمان. ده باتمان. معاه الشخصية وباتمان باتمان. ومعايا كمان الساعة عامل 76. ده كده عامل كام؟ الكارت ده كده عامل 97. العروسة ده عامل كام؟ العروسة بطياراتها كده ومعاها حاجتها والشنطة والطاقية عامل 79. وطقم الشاي بالبراد ده كده عامل كام؟ 51.5. ده مطبخ تاني عامل 70. العروسة ده كده كارت العروسة ده كده عامل 95. الجيتار ده عامل كام؟ الجيتار ده كده عامل 111 كبير. وأشكال الأدوات الموسيقية ده عامل كام؟ عامل 79. كم قطعة؟ 5. في هنا نضارة البحر ومسدس بحر ده كل حاجات بحر دي ده عامل كام؟ 97. حاجات صناعة أو صناعة حاجات صناعة مش بحر. حاجات صناعة أنا آسف. البحر اللي جنبها ده عامل كام؟ 96. 76. ده كام سمكة معاه؟ 4 سمكات. جي كده كارت ده عامل كام؟ ده مع سهمين ومع سهمين عامل 100 جنيه. ده عامل 111. البندقية جي 175.
بصوا ده كده، ده كده الكارت ده ادوات حرب عامل 100 جنيه. يبقى هنا كده بس العربيات دي، العربية دي عربية سباق شحن عاملة 309. تقول ايه؟ ده عامل 400 جنيه. بس كور بس عالية اوي، 400 جنيه. بس هو حلو. ده مدفع رشاش عامل كام؟ 44.5. ماله المدفع ده؟ لا مال 44.5. ده بصي العربية دي بالريموت عاملة 625. ايه ده؟ فين دي؟ ايه ده؟ ليه؟ واللي تحت دي 400. دي كده 500. دي كده 500 دي بالريموت. ده مسدس طيارة عامل 112. العربية دي عاملة كام؟ دي جي كده عاملة 285. دي 125. اشكال العربيات بقى الاطفال اللي بتحب العربيات. دي سيارة معدات بناء عاملة 200 جنيه. العربية دي عاملة كام؟ 104. دي عاملة كام؟ 202. عامل كام؟ الروبوت ده عامل كام؟ ها؟ عامل 200؟ أما حسن عامل 200؟ السيارة ده عامل كام؟ دي كده إيه؟ دي سيارة متحولين بالريموت. يعني هي تبقى سيارة بعد كده تبقى شخص آلي؟ أه. دي عاملة كام؟ 500 جنيه. بجد؟ دي عاملة كام؟ 373. طب ما هي دي نفسها بس دي بصي عامله 200 جنيه برضو السيارة على حسب المركز. لا دي دي عاديه دي اللي هناك بالريموت. بص لا بص دي اصلا ده ده آلي بس يعني مش هيتحول لعربيه تقريبا. لا هي مكتوب سياره متحولون. لا بصي اللي هناك دي بالريموت بس هي شكلها احلى، لكن دي عاديه اللي بالريموت ب 500 دي ب 200 شكلها احلى. دي برضو سياره عامله 150. دي كده عربية بالشاحن عاملة 500 جنيه. ده اسمه الراجل الرمل جنبها. دي دي عاملة كام؟ 140. وفي 250. بصي ده طيب، ده برضو اللي متحول ده اللي بتقولي عليه ده عامل 750. لا دي عربية مش متحولة، دي عربية عادي. امال ايه بقى ده عاملة ايه؟ عاملة كام؟ عاملة 750 صح؟ غالية قوي الروبوت ده ممكن يبقى ارخص منها اصلا. ده عامل كام؟ ده عامل 193. الروبوت ده كده عامل 215 بس ده عبارة مش شحن. 215. بنتي كبيرة وشبطانة فيه، امال الصغيرين يعملوا ايه معرفش. ده كده طقم أجهزة منزلية 4 قطع عامل كام؟ 295. ده بص الأجهزة ايه، ده عجان وخلاط وبتاعت الكوفي والكاتل عامل كام؟ 295. ده كده خلاط مع نفسه كده عامل 192. ايه ده؟ اه دي بصي دي سراحة 19 قطعة. سراحة متنقلة عاملة 250. صدقي لعب البنات حلوة برضو. بنات لعب البنات دي سراحة برضو بالميك اب بتاعها عاملة 275. دي شنطة. اه ده
كامله دي. بصي عامله كام؟ 680. جميله، تحسها حقيقيه صح؟ انا بقولك المشكله ان هي ميك اب حقيقي. جميله، عامله 680. دي بتاعت الاستشوار عامله كام؟ 147. بصي بتاعت الاستشوار دي، دي كده صلصال تعملي منها بقى مكعبات وكده. لا لا لا، دي دكتور اسنان وانت مثلا تعملي التقويم بالصلصال كده يعني، او تطلعي درسه او تحطي درسه كده يعني. هي لعبه دكتور اسنان بس الصلصال ان انت تحملي له بيها الدروس وكده. ايوه صح صح. دي عامله كام؟ 270. دي عامله كام؟ صابه الغسيل عامله كام؟ 134. صياد السمك ده 24 سمكه، عامل 175. دي عامله كام؟ 200. بصي بيانول على هيئه ارنوب ده جميل، عامل 205. التليفون عامل كام؟ 185. في ناس كانت بتحب قوي، فاكره التليفون؟ يعني حد فاكره كانت اول لعبه. ايوه صح. وحلو لايت ارنوب ده عامل كام؟ ده بيانو عامل 205، لكن التليفون ده عامل كام؟ 185. في على هيئه كمبيوتر، لعبه على هيئه كمبيوتر. عندي فاكره اللابتوب ده، اللابتوب اللي على هيئه الكمبيوتر ده 250. حد بقى شغال في الحضاره صلحوا لي. ده يجي دي مكعبات. بصي المكعبات دي جميله، انا احب بقى المكعبات دي. ذكاء دي كام؟ بصي لا هي بتعملي منها اشكال. تجي منها بيوت. دي بصي كام قطعة؟ 197 قطعة. 197 قطعة عاملة 200 جنيه. عاملة 200 جنيه. وهنا مكعبات البازل دي عاملة كام؟ 69. عاملة كام دي؟ حاجة جميلة السمكة اللي معاكي دي، وريهاني كده. ليها كرتون تحفة. هو للأسف مش مكتوب عليها ايه، بس شكلها حلو جميلة. بس بقى لعب زمان دي، بنك الحظ. بنك الحظ؟ 75 جنيه. عامل 75 جنيه. اسمها سمكة نيمو. نيمو صح، اسمها نيمو فعلا. فين بابا بقى؟ السمكة بابا بتعمل بابا على السمكة على الأصغر. بصي حلو الدبتوب ده، اشكالهم حلو. باتمان ده عامل كام؟ عامل كام بقى؟ مش مكتوب عليه باتمان. باتمان هو مش مكتوب عليه كده هنا. اكيد مش تشاميه. اكيد اكيد اكيد. دي اشكال كده. بصوا دي كده اشكال الدباديب، صغير وكبير ووسط. بس اكبر حجم دول متهيألي، دول اكبر حاجة صح؟ مفيش اكبر من كده. اكبر من كده الناحية التانية. الناحية التانية. لا تقريبا لا. جي كده العروسة جي بكام؟ 35. في الكبير جي 35. في الكبير كده جي. جي كده ب 35، لكن الكبيرة جي ب 50. بصي ده كده العروسة بالغيارات بتاعتها عاملة 125. حلوة دي. دي عاملة كام؟ 75. بس جميلة دي. طب هنا البيبي ده عامل كام؟ 380. عامل كام؟ 280. دي عروسة عاملة 310. نجيب الببرونة بتاعتها والمناديل عاملة كام؟
254 ماشي كده، عامله 254 من البنجونه سايد. بس اللي تحت دي اهو، ده عامل كام؟ 400 جنيه. ده دي كام؟ دي عامله 350. بكشف على مين؟ بس ده بقى جميل قوي. ده عامل كام؟ 308. عامل 308. دي عاملة كام؟ 221. يا رب على هيئة طريق.